بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 16 من شهر رمضان المبارك. في كثير من الأحيان قد يتمرض الإنسان ولا يتمكن من الصيام، فماذا يفعل إذا وافاه الأجل؟ نفتح وصية الأب الكبير الرجل المريض، وإذا نجد مكتوب في وصيته أنه مطلوب في ذمته شيء من الصيام، فما هو الحكم وماذا يترتب عليه؟ طبعا من المعلوم سماحة المرجع الأعلى يقول: من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم. يعني نشوف ايش كم يوم ترك من الصيام ولم يتمكن من القضاء، وفاه الأجل يعني. هنا في هذه الحالة نرجع ونتصدق عن كل يوم بمد، المد 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم، بالشهر تقريبا يصير 22 كيلو، نجمع هذه الأموال ويتصدق بها كطعام على الفقير، أو يسلم كمبلغ من المال إلى المكاتب الشرعية، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، بمعنى أن هذا المال يخرج من تركته إذا رضي الورثة بذلك ولا إشكال. طبعا ثم يضيف سماحته أنه الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى، الأحوط الأولى للولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات الأب من الصيام وإن كان لا يجب ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرحم أمواتنا ويغفر ذنوبنا بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.